من عربة متهالكة ومتروكة منذ سنوات إلى دلة متحركة لبيع القهوة. هكذا بدأ عبد الرحمن طريقه في إيجاد مصدر رزق له بعد أن يئس من الحصول على درجة وظيفية أو عمل ثابت، فقرر البحث عن فكرة متميزة ومشروع صغير يبدأ به حياة جديدة. احنا اليوم بسبب قلة العمل، فرص العمل للشباب خصوصا الخريجين والعاطلين عن العمل، فكرنا بأنه نسوي فكرة خارج الصندوق، أنه نعمل دلة على سيارة على شكل دلة تكون متنقلة، يعني يوم مثلا فندق عبروي، يوم بارك المثنى، يوم بغير مكان، يوم باب الطوب. هذه العجلة أو دلة القهوة المتحركة تقف كل يوم في مكان عام أو متنزه يأتي الناس إليه، وشكل الدلة يجذبهم باعتبارها رمزا من الرموز العربية التي يعتز الناس بها، مما جعلها تلاقي ردود أفعال إيجابية. والله الفكرة شيء غريب ومطروق، يعني كان مثلا موجود بالموصل مطعم متنقل، او مثلا حسب بجد محلات مرطبات متنقله كموطه كذا، بس كدله عربيه وما موجوده. ونحن من اصاله هذا البلد والعروبه الليبي جت كفكره وتنفذت الحمد لله، وشكرا نشوفه قدام عينك بهالشكل الجميل هذا. يقول عبد الرحمن أن انتظار فرص العمل قد بات أمرا صعبا اليوم، فنينوى تعيش بنسبة من البطالة وصلت إلى أكثر من 30%، هذا ويرى الناس أن مثل هذه المشاريع الصغيرة هي الحل الأمثل للشباب في الظروف الراهنة. والله ده حق أخوي، هي أحلى فكرة هاي القهوة العربية، يعني حيل حلوة، يعني الشباب هسه اللي ما عنده أي فرصة عمل لازم يلقي له فرصة عمل، يعني يعمل مثل هاي القهوة أو يعمل له مرطبات فد كشك بسيط حتى يعني يسوي له فرصة عمل. ليش يعني اللي يستندر إنه واحد ينطيه فرصة عمل؟ ليش ما هو بنفسه يلقي له فرصة عمل وينجح نفسه بيده أحسن من ما يستندر الوظائف. الأفكار الجديدة والرائدة باتت طريق الخلاص الوحيد للشباب من البطالة، فمثل هذه المشاريع تجذب الناس ولا تحتاج إلى المبالغ المالية الكبيرة، وتوفر مصدر رزق يومي لأصحابها. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.